تذكر المصادر التاريخية أن السلطان نور الدين الزنكي خلال حروبه الطويلة مع الإفرنج قد أسر أحد ملوكهم، وعند استشارة مجلس أعيانه بمصيره أشاروا عليه أن يطلق سراحه مقابل فدية مالية قدرت ب300,000 دينار تنفق في بناء بيمارستان ليكون مشفى يقدم الدواء والعلاج لكل مصاب دون مقابل. وبالفعل فقد راقت له الفكرة وأطلق سراح عدوه وأخذ الفدية، واستقدم خيرة المهندسين والعمال العرب السوريين المهرة لتشييد هذا البيمارستان، واكتمل بناؤه وافتتح عام 1154 للميلاد ليكون بحق أول وأعظم جامعة طبية في ذلك العصر وفي الشرق كله. وبيمارستان كلمة فارسية مركبة من مقطعين، بيمار ومعناها مريض، وستان معناها دار، أي أنها تدل على دار المرضى. يقع البيمارستان النوري وسط دمشق القديمة غربي سوق الخياطين في حي سيدي عمود إلى الجنوب الغربي من الجامع الأموي، وهو يمثل نموذجا معماريا فريدا يرجع إلى الفترة السلجوقية من ناحية المخطط وطراز العمارة والزخرفة. وكان ينظر في أمر البيمارستان قاضي الشافعيين أو وكيل بيت المال وناظر الخزانة أو المحتسب أو ناظر ديوان النائب بالشام. ومنذ القرن الثامن الهجري استمر النظر في أمره بأيدي ديوان نائب السلطنة، وفي أوائل عهد الأتراك كان يتولاه القاضي ثم تولاه بعد ذلك الأعيان. تذكر لنا كتب التاريخ بأن البيمارستان النوري كان مشتملا على أقسام مرتبة لكل منها أطباؤه المختصون المشرفون عليه. بيمارستان كان يتضمن أقسام، قسم منه للأمراض الباطنة، قسم للأمراض الجراحة، قسم للتجبير، قسم أمراض الكحالة وهي أمراض العين، بالإضافة إلى قسم للأمراض العقلية والعصبية والنفسية، قسم يسمى بما يسمى اليوم قسم للعيادات الخارجية. ولا بد من أن نذكر أن هناك كان قسم للمكتبة والتدريس ومكانه في الإيوان الشرقي، وقسم للصيدلة حيث كان يقومون الصيادلة بتركيب الأدوية والمعاجين والأشربة. من هنا هذا أبو طلحة سقط من أعلى سطح. أين شيخ الأطباء؟ نادي شيخ الأطباء. أسرعوا. افتح الأبواب. الأبواب. في القرن الثاني عشر الميلادي ذكر ابن جبير في مصادر التاريخ بأن في دمشق بيمارستانان قديم وحديث، والحديث أحفلهما وهو البيمارستان النوري، وذكر عن طرق وأساليب العلاج والعناية بالمرضى، كيف كان الأطباء يبكرون إليه في كل صباح ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلح لهم من الأدوية والأغذية والأشربة وحسب ما يليق بكل إنسان منهم. عند دخول المريض إلى البيمارستان كان يدون اسمه، ومن ثم يقوم شيخ الأطباء أو رئيس الأطباء بفحصه أمام حضور كل من الممرض والطبيب المشرف عليه، ويقوم بجس نبضه وتشخيص حالته، بالإضافة إلى التمييز بين النبض الضعيف والنبض القوي وفحص البول، بالإضافة إلى حسن مساءلته عن أحواله وعن وجعه ومتابعة مظاهر وأعراض المرض وتطوراته. هذه الطريقة تدعى الطريقة الإكلينيكية، وهي طريقة اتبعت في الغرب مؤخرا. وامتدت كذلك طرق المداوات في البيمارستان لتشمل العلاج بالآلات الموسيقية. بيمارستان النوري كان يماثل القصور الملكية من حيث الترف وتأمين وسائل الراحة فيه، بالإضافة إلى أنواع الأطعمة والأغذية التي كانت تقدم للمرضى المصابين، والعلاج كان مجانا للفقراء والأغنياء على حد سواء.
إضافة إلى أنه كان يقدم للمرضى المصابين النقود تكفيهم فترة النقاهة لئلا يضطروا إلى العمل أثناء فترة النقاهة. ومما يروى أن نور الدين زنكي فكر بأمر المرضى في البيمارستان، فهم يسهرون الليل مع الألم ولا يجدون من يؤنسهم حين ينام الناس، فأمر المنشدين أصحاب الأصوات الرخيمة أن ينشدوا لهم من على مئذنة الجامع الأموي القريب منهم بدءا بمنتصف الليل حتى يطلع الفجر. وبقيت هذه العادة إلى اليوم على رؤوس المآذن تتجاو في دمشق بالأناشيد والابتهالات. عندي سؤال يا شيخ الأطباء. تفضل يا بفضل. ما هي النسب المطلوبة لعمل هذا المزيج؟ سؤال مهم أيها الطبيب. يشتمل البيمارستان النوري على قسم المكتبة والتدريس، ومكانه في الإيوان الشرقي، حيث كان يقوم شيخ الأطباء بإعطاء الدروس للتلاميذ من الأطباء والصيادلة هنا، وغالبا ما كان يكون الدرس حوالي 3 ساعات تدور حوله المناقشات والجلسات والاستشارات والأسئلة فيما يخطر ببالهم من أسئلة متعلقة بمجال فن الطب وفن الصيدلة. أبو المجد بن أبي الحكام أول شيخ للأطباء عينه السلطان نور الدين الزنكي في البيمارستان النوري، وغيره من الأطباء الذين كانوا نابغين ومتميزين بفن الطب هنا كان منهم موفق الدين أبو العباس المدعى والمسمى ابن أبي أصيبعة، إضافة إلى رضي الدين الرحبي من أهم العلماء الذين تخرجوا من البيمارستان النوري، علاء الدين بن أبي الحزم القراشي المعروف بابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل نظيره الإسباني سيرفيتوس والإنجليزي هارفي ب3 قرون. هذا هو القائل لو لم أعلم أن تصانيفي تبقى مدة 10,000 عام لما وضعتها. وقد ظل البيمارستان النوري يقدم خدماته للمجتمع مدة 3 قرون مجانا. في عام 1978 قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بترميم مبنى البيمارستان النوري، وجهزته وأعدته ليكون مقراً لمتحف الطب والعلوم عند العرب، لتعرض فيه أهم الإنجازات والمساهمات في فن الطب والصيدلة. وقد أصبح هذا البيمارستان المتحف مقصداً للزائرين المهتمين بالحضارة الإسلامية وعلومها، وتبقى قصته مصدراً للفخر والاعتزاز بتاريخنا الإسلامي العريق.